إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكما وعدنا حضراتكم أننا سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير قصار السور. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي وكما وعدنا أننا بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ في تفسير قصار السور. وقد كنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن فضل التفسير وعن فضل علمه، وأنه ما ينبغي أبدا أن يفوت درس أتى إلينا من أجل تفسير القرآن، وما أنتم فيه هذه نعمة، هذه نعمة أن يجعل الله لكم مكانا يفسر فيه القرآن. هذه نعمة، وكون أن الله جعل لكم مكانا في بلدكم وفي قريتكم يفسر فيه القرآن، هذا فضل من الله عظيم ومنة عظيمة، فما ينبغي أن تفوتوا أبدا مثل هذا الدرس. وتكلمنا عن فضل التفسير وعن قيمته، وأن الله أرسل إلينا هذا الرسول بالقرآن لهذه الرسالة، فينبغي على المسلم أن يهتم بها وأن يعلم فيها ولو مراد الله من سورة كذا أو مراد الله من الآية الفلانية. ينبغي الإنسان أن يجتهد في هذا لأن الله سائله. وكون أن وفر لكم هذا الدرس، فإن الله يسألكم عما استرعاكم فيه وعما تيسر لكم، فانتبهوا لمثل هذا. وبإذن الله تبارك وتعالى سنفسر تفسيرا يسيرا خاليا من التعقيد. الغرض من هذا الدرس أننا إذا قرأنا أن نفهم ما نقرأ، وإذا كنا نحفظ ينبغي أن نفهم ما نحفظ. أما أن نحفظ الآيات ولا نعرف معناها هذا خلل، ينبغي أن نتداركه. وكنا قد قلنا أننا سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من آخر القرآن، من سورة الناس. ولأن سورة الفلق مرتبطة بسورة الناس، فقلنا سنأخذ السورتين على ترتيب القرآن، نبدأ بالفلق ثم الناس، وهي المعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضي بهما نفسه. وكان إذا اشتكى من وجع نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، ونفث ثم مسح مكان الوجع. يعني إذا اشتكى من وجع في جسمه مثلا ليكن في رأسه، فكان يقرأ بالفلق والناس وينفث النفس رذاذ خفيف ويمسح مكان الوجع. وكان يرقي بهما الحسن والحسين، ولما كان في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم ثقل لسانه ولم يعد يستطيع أن يقرأ، فكانت أم المؤمنين عائشة تقرأ بالمعوذات وتنفث في يد النبي وتمسح بها رجاء بركتها صلى الله عليه وسلم. إذن فهاتين السورتين في الرقية لهما شأن عظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو يعلم الناس ما في الفلق والناس لكانت حاجة الناس إليهما أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. لو الناس عارفة أن الفلق والناس من فضل، كانت حاجة الناس لسورتي الفلق والناس أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لما فيهما من دفع لشر عظيم. لأن سورة الفلق وسورة الناس كلاهما يدفع عن الإنسان شر عظيم، وكما سنرى هذا في تفسير السورتين. لبيد بن الأعصم اليهودي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وعقد
11 عقدة من أشد أنواع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر هذا السحر على النبي في أمور الدنيا لا في أمر الدين، فهو في أمر الدين وأمر الوحي معصوم صلى الله عليه وسلم. ما معنى في أمور الدنيا؟ كان يرى النبي ضعيفا، فيه شيء من الضعف والكسل، وكان يقول: كنت البارحة عند فلانة من زوجاته، يقولون: لا، أنت كنت عند فلانة. فكان عنده شيء أشبه بالنسيان أو التخيل صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، أما في أمر الوحي فهو معصوم. فلما دعا ربه واستفتى ربه فيما عنده، جاءه ملكان، قال أحدهما للآخر: ما به؟ فأجاب الثاني قال: لقد طب، يعني سحر. قال: وما طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة عند رعوفة عند بئر ذروان، كما جاء في نص الحديث. ونزل جبريل ورقاه بالمعوذات، ونزل جبريل عليه السلام ورقاه بالمعوذات، فكان كلما قرأ آية حلت عقدة أو انفكت عقدة. هو عقد 11 عقدة، والفلق والناس 11 آية، فكان كلما قرأ آية حلت عقدة، كلما قرأ آية انفكت عقدة. فللسورتين فضل عظيم. نعم، قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل أعوذ، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وأعتصم وأستجير. ما معنى أعوذ؟ ألجأ وأحتمي وأعتصم وأستجير، وهذا لا يكون إلا بالله، وهذا لا يكون إلا بالله. أعوذ بربي، قل أعوذ، قل ألجأ وأحتمي وأعتصم وأستجير بمن؟ برب الفلق. الرب، معاني كلمة الرب إجمالا: السيد، المالك، الخالق، الرازق، المتصرف في شؤون الكون، القائم بالإصلاح، المربي. كل هذا في معنى الرب، وكلها لله رب العالمين. فمن آمن بهذه التي الكلمات التي ذكرناها أنها لله، آمن بالربوبية، آمن بربوبية الله. ما معنى آمن بربوبية الله؟ آمن أن الله هو الخالق، المالك، الرازق، السيد، المتصرف في شؤون الكون، القائم بالإصلاح، الذي رب العالمين على طاعته. هذا معنى المربي، الذي رب العالمين على طاعته وتوحيده. كيف ربهم؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. مرة أخرى، إذا قلنا أننا نؤمن بالربوبية، ما معنى هذا؟ أي أننا نؤمن أن الله هو الرب، المالك، الخالق، الرازق، السيد، المتصرف في شؤون الكون، القائم بالإصلاح، الذي رب العالمين على طاعته وتوحيده. كيف ربهم؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب سبحانه وتعالى. ده معنى كلمة إيه؟ الرب. احفظوه، لأنه سيأتي معنا في سورة الناس، سيأتي في سورة الناس. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ، يعني ألجأ وأعتصم وأستجير بربي، يعني الخالق، المالك، الرازق، المتصرف في شؤون الكون، القائم بالإصلاح، السيد، الذي رب العالمين على طاعته وتقديره. لما نحفظ السورة ونبقى عارفين كل كلمة فيها، وإحنا بنقرأها بالليل مثلا قبل ما ننام، كان النبي يقرأهما قبل النوم، يقرأ بالسورتين الفلق والناس قبل النوم، وينفث ويمسح وجهه وجسمه.
وإذا أردنا أن نرقي بهما طفل صغير أو الأبناء نقرأ بالمعوذات دائما. أما نقرأ وإحنا فاهمين بنقرأ إيه؟ هذا أشد في اليقين وأقوى. وإذا كان اليقين أقوى كان المفعول أقوى. قل أعوذ برب الفلق. أهل التفسير قالوا الفلق يعني كل مفلوق، أي حاجة تنفلت إلى شقين تسمى فلق، يعني النبات الذي له فلقتين يسمى فلق. انفلاق الصبح عن ظلمة الليل، الصبح ينفلق عن ظلام الليل يسمى فلق. الحب النوى، إن الله فالق الحب والنوى، هذا يسمى فلق. كل ما يفلق يسمى فلق. الفريق الثاني بل قال بل هذه الآية قصد بها الصبح خصوصا، قصد بها الصبح خصوصا. طيب لماذا قالوا هذا؟ لأنه سيذكر الليل في قوله غاسق إذا وقف، وكأن الكلام أعوذ برب الصبح من شر ما في الليل. مرة أخرى قالوا الفلق هو الصبح، قلنا لماذا خصصتم الصبح؟ قال لأن الصبح أنسب لسياق السورة. كيف هذا؟ هو سيقول ومن شر غاسق إذا وقف، الغسق هو الليل كما سيأتي بعد قليل، فكأنما يقول أعوذ برب الصبح وهو الفلق من الغاسق الذي هو الليل من شر ما في الليل. واستدلوا على هذا بقول الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وأم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري في حديث بدء الوحي قالت وكان النبي يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح، فتأتي كفلق الصبح، فيطلق على الصبح الفلق لأنه ينفلق عن ظلام الليل. هذا صحيح، لأن الصبح ينفلق عن ظلمة الليل. فالراجح والعلم عند الله أن الفلق هو الصبح، الفلق هو الصبح. قل أعوذ، الجاء وأحتمي وأعتصم وأستجير برب الفلق، ذكرنا معنى رب الفلق أي الصبح. أمر الله نبيه أن يستعيذ برب الفلق به سبحانه وتعالى من أربعة أشياء في هذه السورة ومن شيء واحد في سورة الناس. ما هي الأربعة التي أمر الله نبيه أن يستعيذ منها؟ أولا قال من شر ما خلق، قال من شر ما خلق، والمعنى من شر كل ذي شر، إنس جن طير حيوان نبات جماد، أي شيء يطمن فيه شر أمر الله نبيه أن يستعيذ منه في هذه الآية. هذا الجدار جماد قد يكون فيه شر، لو سقط علي وأنا أتكلم كان فيه شر. من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر، فهذه الآية عامة شاملة لكل الشرور من شر ما خلق. طيب يأتي هنا أسئلة، وهذه أسئلة مهمة كعقيدة عند المسلمين، وكلما مررنا بآية نخرج ما فيها من دروس أو فوائد أو كذا. السؤال الذي يأتي أولا، هل الله خلق الشر؟ سؤال بسيط جدا وأغلب الناس لا يعرفه أو يجيب عليه خطأ. هل الله خلق الشر؟ طيب أنا سامع الجواب من الناس يقولوا لا ما خلقش الشر. طيب طيب لنفترض على جواب اللي قالوا لا ما خلقش الشر، إذن فهو إله الخير، ومين إله الشر؟
انتوا عارفين الاغريق زمان والناس القدامى دول كانوا بيقولوا فيه اله بيتصارعوا لا للخير ولا للشر، دي عقيده المسلم. عقيده المسلم وما من اله الا اله واحد سبحانه وتعالى. السؤال هل الله خلق الشر؟ الجواب نعم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأوضح دليل على أنه خلق الشر هي الآية اللي معانا، هذه الآية من شر ما خلق. صدقت أن في فرق كبير بين أننا نحفظ فهمين ونحفظ خلاص. من شر ما خلق، فخلق أشياء فيها شر، نعم الشيطان شر، نعم ابتلى به الله الناس ليختبرهم فجعله شر بمثابة الاختبار والامتحان. فالشيطان شر، نعم من خلقه؟ الله. والشيطان نفسه معترف بهذا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. الله خلق الشر نعم، ولكن شر مقيد، يعني شر مش مطلق. يعني برضو هو والخير يدفع بعضهما بعضا، ما بيجيش شر خالص، لازم يبقى فيه خير، ولا يأتي خير خالص، لازم فيه شر. فيقال أنه شر مقدر والخير خير مقدر. يعني إيه؟ يعني بيجوا مع بعض، فتجد أن ده خير في مكان شر المكان آخر، خير لناس شر الناس تانيين، خير لفلان شر لفلان. مثال لو قلنا إنسان مات، ده خير ولا شر؟ ملناش دعوة باللي مات في الجنة أو في النار، ده مش بتاعنا. هو بالنسبة للأحياء خير ولا شر؟ شر. زعلانين عليه يعني؟ يعني مش هيورثوه؟ ها؟ الاثنين شر مش جاي خالص. نعم يحزن الناس على فراقه وعلى انه مات، ولكن ليس شر خالص، فيه خير. فإن هذا الحزين بعد قليل سيرث الميت، ففيه خير. هذه واحد. الثانية، خير لصانع الكفن وللمغسل إن كان يتكسب من هذا، خير لصانع الكفن وللمغسل. إذن فهو ليس شر محض، فيه خير، وليس خير محض، فيه شر. أسد بلع إنسان، خير لمين؟ شر الإنسان. هكذا نقول شر مقدر وخير مقدر، يدفع بعضهما بعضا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال بعض أهل العلم فلا يوجد خير محض لا شر فيه إلا الجنة، ولا يوجد شر محض لا خير فيه إلا النار. نعم الجنة هي الخير الذي لا شر فيه قط، والنار هي الشر الذي لا خير فيه قط. نعوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة. طيب السؤال الثاني، خلاص العقيدة بتاعتنا، الله خلق الشر ولا ما خلقوش؟ خلق، ولكن شر مقدر. يعني مقدر يعني هو والخير يأتيان مع بعضهم، يدفع بعضهما بعضا. خلاص. طيب ثلاثة، هل يجوز في الدعاء والثناء والكلام مع الله والمناجاة ان احنا نقول له يا خالق الشر؟ ادبا مع الله لا يجوز، لأنه لا يتقرب إلى الله في الدعاء والمناجاة إلا بما هو طيب. يبقى العقيدة آمنا أنه خلق الشر نعم، أما مع الذكر والدعاء والثناء أدبا معه لا ننسب الشر إليه كما علمنا
خير من علم الدنيا الأدب مع الله صلى الله عليه وسلم. ففي دعائه كان يقول: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. وفي سورة الجن لما تكلمت الجن عن الشر جعلوه مبني على ما لم يسمى فاعله، أو مبني للمجهول أدبا مع الله، مع علمهم أن الشر بأمره ابتلاء للناس، ومع ذلك قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد، من الذي أراد؟ لم يقولوا، مالوش أدبا مع الله، أشر إيه؟ أريد بمن في الأرض. ولما تكلموا عن الرشد قالوا: أن أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله ولم ينسبوا الشر إلى الله أدبا معه. وإنا لا ندري أشر أريد، ما لوش من اللي أراه، مع علمهم أنه الله، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الخضر مع موسى قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه، من الذي أمره؟ الله، ولكنه أدبا مع الله نسب العيب لنفسه ولم ينسبه إلى الله، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. ولما تكلم عن الرحمة قال: فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الأدب مع الله. إذن لا يتقرب إلى الله في الكلام إلا بما هو طيب. لا نقول يا خالق الشر أدبا معه، مع العلم أننا نعتقد أنه خلقه، أنه خلقه. فنقول مثلا: اللهم لك الحمد عدد المسبحين، لك الحمد عدد قطر الأمطار، لك الحمد عدد ورق الأشجار، لك الحمد عدد مثاقيل الجبال، لك الحمد عدد ما أمسى عليه الليل وعدد ما أصبح عليه النهار. هذا جائز، لأنه كله طيب وكله خير. ما رأيكم إذا قلنا الحمد لله عدد المنافقين، عدد الكافرين؟ لا يجوز، لا يجوز. واضح؟ خلاص؟ يبقى لا يتقرب إلى الله في الكلام إلا بما هو طيب. هل استعاذ النبي من شر كل ذي شر كما أمره ربه؟ نعم، نعم، استعاذ في أدعية كثيرة، منها أنه كان عند النوم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فلق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. شوفوا الإجمال في الكلام صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، صلى الله عليه وسلم. الدعاء رواه مسلم في أذكار النوم. يا شيخ ما نحناش نحفظ وراك، عارفين كتاب حسم المسلم الصغير ده؟ هتلاقوا الدعاء ده فيه. خلاص، لو نزلت كتاب حسم المسلم من على النت زي ما بننزل حاجات ما لهاش لازمة، وفتحنا على الموبايل هنلاقي الدعاء ده في أذكار النوم، فيه: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، من شر ما خلق. قلنا فيها كم حاجة: واحد، الله خلق الشر، اثنين، أن الشر مقدر، ثلاثة، لا ينبغي أن يتقرب به إلى الله في الدعاء والثناء، أربعة، استعاذ النبي بربه من شر كل ذي شر. ما معنى أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ أي من شر كل ذي شر. واضح؟ نكمل؟ نكمل. ومن شر غاسق إذا وقب،
هذا الأمر الثاني الذي أمر الله نبيه أن يستعيذ منه ومن شر غاسق. الغاسق هو الليل، إذا وقب، إذا دخل وغطى وأظلم. الغاسق هو الليل، إذا وقب، إذا دخل وغطى وأظلم. طيب، لماذا أمر الله نبيه أن يستعيذ من الليل؟ مال الليل فيه يعني؟ كل من أراد أن يتوارى بشر يستتر بظلمة الليل، كل من أراد أن يفعل شر وما حدش يشوفه يستتر بظلام الليل. فالسارق لا يسرق إلا في ظلام الليل، والقاتل يقتل في ظلام الليل. بل إن الدواب والحيوانات الفاسقة كالكلاب والعرس والفئران وغير ذلك، كل هذا لا ينتشر إلا في ظلام الليل. بل إن الجن والشياطين ينتشرون إذا دخلت ساعة من الليل من بعد المغرب، يعني زي الوقت اللي احنا فيه كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفوا صبيانكم، يعني ما تخلوهمش يخرجوا في الشارع عند بداية الظلام. كفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وغطوا الآنية واذكروا اسم الله، واطفئوا المصابيع واذكروا اسم الله. ليه؟ لأن هذا وقت انتشار الشياطين. فإذا مرت ساعة من الليل، ولما نقول لما النبي يقول ساعة يعني يقصد وقت مش 60 دقيقة، فإذا مرت ساعة من الليل فأطلقوهم خلاص، يعني عند العشاء كده أو بعد صلاة العشاء عايز تسيبه سيبه، إنما عند بداية وقت الظلام تنتشر الشياطين. فأمر النبي بفعل هذا صلى الله عليه وسلم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بهذا ليبين أن الشياطين لا تنتشر إلا في ظلام الليل، ليبين أن الشياطين لا تنتشر إلا في ظلام الليل. فأمر الله نبيه أن يستعيذ من الغاسق إذا وقب، الليل إذا دخل وأظلم واشتد ظلامه. طيب، يبقى الصبح جد في المستعذ به، والليل جد في المستعذ منه. فلما استعاذ به بالله قال: رب الفلق، الذي هو الصبح، استعاذ من الليل وما فيه. وإن أعلى ما في الليل وأفضل ما في الليل ذكر الله وصلاة الليل، هذا خير ما في الليل، ذكر الله وصلاة الليل أعلى شيء في الليل، ما دون ذلك فإن الليل يكمن فيه شر عظيم. قال: ومن شر غاسق إذا وقب. الآية الثالثة، أمر الله نبيه أن يستعيذ من شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نافثة، وهي المرأة التي تنفث في عقد السحر. النفخ الذي فيه رذاذ خفيف، فلا هو بصاق ولا هو هواء، فقط هواء في رذاذ خفيف. الساحرات كن يعقدن عقد السحر. كيف تعقد العقدة؟ وتنفث وتقول طلاسم سحرية وتعويذات، تنفث وتقول طلاس، تنفث وتقول طلاس، وتعقد عقد السحر على هذا. من أجل ذلك نحن نستخدم هذا اللفظ في العامية، يقول لك اتعهدت، اتربطت، اتربط، هذا من عقد السحر، من عقد السحر. فالسحر من السبع الموبقات أي المهلكات. قال النبي: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله ثم السحر. ثاني حاجة على طول، لأن الساحر أصله يشرك بالله، يشرك مين مع الله؟ يشرك الجن مع الله، فيعبد الجن ويقرب للجن ويعظم الجن حتى يفعل له ما يريد، عشان الجن يسمع كلامه ممكن يذبح ويقرب له. والنبي قال: لعن الله من ذبح لغير الله. شوف القوة، لعن الله من ذبح لغير الله، فهو بيذبح للجن
ويقرب للجن. ليه؟ علشان يعمل اللي هو عايزه. فأصل الساحر مشرك، نعم يشرك، يشرك الجن مع الله، وكلاهما في النار. قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. كيف استمتع بعضهم ببعض؟ الإنس يعظم الجن مقابل أن الجن يفعل ما يريده الإنس. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الناس، هذا الذي أقوله يعني كتنبيه خارج مسألة التفسير حفاظا على عقائد الناس، وهذا للأهمية. وأنا لست براق ولا معالج ولا أدخل في هذا المجال، ولا عندي لو وقت أصلا، وإنما الذي سأقوله هو حفاظ على عقائد الناس. الناس إذا أصابها شيء إن شاء الله صداع حد، يقول لك أنا معمول لي حاجة. طيب وبعدين يقول له فلان، الشيخ فلان، الشيخ علان، الشيخ كذا، يوم هو راي. ما أغلب الناس أو عوام الناس بسطاء، ما يعرفش اللي هو دخل عليه ده ساحر ولا اللي دخل عليه ده معالج. طيب إن دخل على ساحر هيزوده بلاء، ولو هو سليم هيضر. يكفي أن النبي قال من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه في الحديث الآخر يحبط منه 40 يوم من عمله. وهذا نحن نتمنى أن تقبل منا سجدة يطير 40 يوم، نسأل الله السلام. الساحر يستعين بالجن، فإذا ذهب لساحر استعان عليه بالجن. في تفسير سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، النتيجة فزادوهم مرهقا. وعندما نأتي إلى سورة الجن نذكر تفسيرها وسبب النزول لهذه الآية. فحينئذ نقول لا ينبغي أن يذهب إلى ساحر. ليه؟ أولا حرام شرعا، حرام شرعا. ثانيا أنه يزيده رهقا. طيب يبقى السؤال، إزاي أعرف إن أنا اللي داخل عليه ده ساحر ولا معاش؟ إحنا قلنا هنجاوب السؤال ده من باب الحفاظ على عقيدة الناس، بس من باب الحفاظ على عقائد الناس، وهو خارج التفسير، ولكن من الفوائد التي تؤخذ من السورة. لو طلب اسم الأم ساحر، لو استخدم شيء وقال ده حجاب حطه تحت المخدة، حطه هنا حطه هنا، ساحر. لو كتب على ورق حروف مفرقة، ساحر. لو تمتم بطلاسم مش مسموعة حتى ولو مع القرآن، يعني ممكن يقرأ القرآن وفي وسط القراءه يقول حاجة، إن أخفى كلاما فهو ساحر. لو جاب مثلا مصحف وحطه كده وقال لو راح يمين يبقى معمول لك حاجة، لو راح شمال يبقى مش معمول لك حاجة، ساحر. وهو حطت المصحف عشان يبين لك إن اللي هو بيعمله ده من الدين، إنما الأصل لو حط أي حاجة هتتحرك. طب إشمعنى اختار المصحف؟ عشان يوهم اللي قدامه إن هو اللي بيعمله ده إيه؟ من الدين. لن يأمر بأذكار الصباح والمساء، لن يأمر بالحفاظ على الصلوات الخمس، لن يأمر بأن أنت تشيل الصور وتشغل القرآن ليلة نهار في القرآن في البيت، لن يأمر بسورة البقرة. كل هذا ساحر، ساحر. إذا طلب أي عمل في مكان نجس ساحر، يعني يقول لك اعمل كذا وانت في الحمام، اعملي كذا وانت في الحمام أو في دورة المياه، ساحر. لو طلب أي دم ساحر، يعني ممكن يقول له هات فرخة، هات معزة، هات جدي وانت جاي، هات كذا، ساحر قولا واحدا. وهذه الأشياء التي ستأتي سيقربها للجن ويذبح لغير الله، نعوذ بالله من الشرك والضلال. وأهل المعالج كل الكلام منه ذكر وقرآن، مش مهم يعرف اسم الأب ولا اسم الأم ولا اسم اللي تحت، خلاص. يتكلم دائما بسورة البقرة، إذا يتكلم بالطب النبوي كورق السدر، كحبة البركة، كالعسل، كالمسك،
لذلك كل هذا هو معالج، يأمر بأذكار الصباح والمساء، يأمر بالصلاة الخمس، يأمر بذكر الله دائما، هذا معالج. هذه فروق سريعة يسيرة بين الساحر وبين المعالج حتى لا ينخدع الناس البسطاء. ونسأل الله السلامة والعافية من كل شر ومن شر النفاثات الساحرات النفاثات في عقد السحر. السؤال: لماذا قال النفاثات ولم يقل النفاثون؟ قال أهل العلم لاشتهار السحر عند النساء في وقت نزول الآية. وقت نزول آية كان السحر عند النساء أكثر منهم عند الرجال، وعللوا هذا للنساء لأن السحر كان يحتاج إلى سهر بالليل عشان ضوء النجوم وضوء القمر وتعقد وتنفس في ظلمة الليل. الرجل زمان ما كانش فيه مصابيح ولا كلام من ده، كان بيعمل إيه؟ بيخرج من أول ضوء للنهار ويرجع مع آخر ضوء للنهار علشان يجيب يتكسر العيش. فأما يوصل بيصل في ظلام الليل خلاص يبقى مجهد. مين بقى اللي خلص الوراء وقاعد وفاضي ورايق كده ويسهر ويعمل اللي هو عايزه؟ كنا النساء في زمان سبق. طبعا دلوقتي الاثنين سهرانين والاثنين قاعدين والاثنين ما بيعملوش حاجه. فكان السحر مشهور عند النساء اكثر منه عند الرجال في زمان نزول الايه والعلم عند الله. فقال: ومن شر النفاثات في العقد. عقد ايه؟ عقد السحر. قل اعوذ الجو أحتمي وأستجير بربي السيد المالك الخالق الطيب، عفوا السيد المالك الخالق الرازق المتصرف في شؤون الكون القائم بالإصلاح المرب الفلق الصبح من شان ما خلق من شان كل ذي شر. هل خلق الشر؟ ولكن يعني هو الخير يدفع بعضهما بعض. يجوز التقرب به إلى الله في الدعاء والثناء؟ لا يجوز. النبي علمنا أن نستعيذ بالله من شر كل ذي شر، نعم كما ذكرنا في دعاء النوم. ومن شر غاسق، الغاسق إذا دخل وأظلم واشتد ظلامه. الوقب معنى وقب يعني دخل وأظلم واشتد ظلامه. ومن شر النفاثات الساحرات اللواتي ينفخن في عقد السحر، هي النفاثات. النفاثات في العقد، ما معنى النفث؟ النفخ برزاز خفيف، برزاز قوي خفيف. عند هذه الآية نتوقف بإذن الله تبارك وتعالى عند قوله: ومن شر النفاثات في العقد، على أن نواصل في لقاء الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى من قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الكلام في الحسد قد يطول قليلا، فتحتاج هذه الآية إلى أن تؤخذ من غير تعجل فيها. فسنأخذ قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، ثم بإذن الله تبارك وتعالى إن بقي لنا وقت فإننا نواصل في سورة الناس. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتبنا عندهم من أهل القرآن، وأن يدنينا منه بالقرآن، وبكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كل المطلوب منكم بس ما تنسوش لنا النهار عشان لما نيجي نكمل السورة المفكرين سياق السورة ماشي ازاي. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.